السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم شويه من كل شيء. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده واموركم على ما يرام. اليوم غندير لكم واحد الفيديو خفيف طريف ديال واحد السلطه زوينه بزاف، انا متاكده غادي تعجبكم 100% يعني عن يقين كنهضر. اذا على بركه الله غندوز للمقادير. غادي خصنا الخس، غادي خصنا خيار، غادي خصنا المعدنوس، من الاحسن يكون طري ما يكونش اللي في كونجلي من الاحسن. غادي خصنا لافوكا، كيوي، مطيشه صغيره، والعنب، وغادي خصنا شويه ديال الزبيب وشويه ديال الكركاع. هذه بالنسبه للسلطه. هنا الكميه عندي قليله طبعا، نتوما غادي تقدروا تضبلوا الكميه. اذا كيف ما قلت لكم الكميه انا بالنسبه دايرها قليله لان عدد الاشخاص قليل، ولكن نتوما تقدروا ديروا كميه اكثر على حساب عدد الاشخاص. دابا غادي نقطع الخس، وغادي نقي الخيار، وغادي نقطع مطيشه على جوج لانها صغيره اصلا، غادي نقطع العنب على جوج او على اربعه على حسب على حسب الرغبه ديالكم. غادي نقرط المعدنوس، وغادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا الدريسينغ ولا الصلصه اللي كتمشي اللي كتعطي المذاق لهاد السلطه. وهذه هما المكونات كاملين كيف ما شفتوا معايا. كلشي كيفاش قطعتو. ودابا غنمشيو مع دريسينغ ديالها اولا الصلصه اللي كتمشي معاها اللي كتبنن السلطه ديالنا. دونك شنو غادي خصني؟ غادي خصني معلقه كبيره ديال، بالنسبه للكميه اللي انا درت، معلقه كبيره ديال الساور كريم اولا الياغورت الطبيعي المسوس. يعني انا بالنسبه لي ما عنديش دانون طبيعي او ياغورت طبيعي، فغندير ساور كريم حتى هو كيجي زوين لان الكميه عندي قليله. وكيف ما دائما كنقول لكم انا المكونات اللي كندير هما المتوفره عندي، يعني حتى في السلطه الا ما توفرش عندكم شي مكون من المكونات اللي قلنا ماشي مشكل، نقدروا نستغناو عليه ونكملوا يعني نديروا السلطه ديالنا واخا بمكون يكون ناقص. هذا لا يمنع اننا نديروها، نديرو غير اللي متوفر في البيت. وغادي ندير هنايا الحامض المعصور، الا ما كانش عندكم هذا الجاهز غادي تعصروا نص حامضه ولا حامضه على حساب الكميه ديال اللي انا غادي ندير. هنا معلقه صغيره اللي هي معلقه كبيره. غادي ندير شويه ديال الخل. واحد المره ما عقلتش مش من فيديو شكون واحد الاخت سولتني في تعليق منين جبت الخل. الخل كنجيبوه من واحد المحل ديال محمد العرب، كيبيعوا تقريبا اي حاجه بغيناها ديال المغرب كنلقاوها عنده. يعني لذلك كنلقى كيكون عندي الخل، وهو الا كان يعني بغيتو تستغناو عنيه غير تكتفيو بالحامض كفايه، ولكن الا بغيتو ديروه ديرو. هنايا شويه ديال الملحه، والملحه دائما كتكون على حساب الرغبه. غادي ندير
شويه ديال الابزار، كتعجبني ديك الكيك ديال الابزار، واحد شويه غير كيعطي واحد المذاق، يعني واحد الكميه قليله. بالنسبه للدريسينغ ممكن ديروه بلا ياغور طبيعي او ساور كريم، ممكن غير الحامض والخل والملحه والابزار، وغندير شويه ديال زيت الزيتون كيعجبني حتى هو كيعطي مذاق زوين، وشويه ديال الزيت زيت المائده اولا زيت نباتي صافي. وغادي نخلط هاد المكونات هادو وغنزيدهم على السلطه ديالي. شويه زيت الزيتون جاني حسيت به ناقص شويه يعني باش تجي بنينه. غنخلط هادشي كامل، ممكن تذوقوا يعني ملي تخلطوها ذوقوها يعني واش جاتكم مزيانه من الملحه من كل شيء. في حاله الا جات بغيتوا تزيدوا لها شي حاجه من الاحسن تزاد هنايا، كتجي اسهل من الا حتى خلطتوها في السلطه وعاد حسيتوا باللي كاينه شي حاجه ناقصه غادي تعاد تبغيو تزيدوها. كتسلطعني ملي كنكون كنحرك، ملي كنجي كنسمع الصداع من بعد. انا غادي نذوقو، يا سلام. ودابا غادي نزيدو الخلطه او الدريسينغ يعني الصلصه، غنزيدوها على السلطه ديالنا، وبطبيعه الحال نديروها بسرعه لان عندنا لافوكا باش ما تكحلناش. نحاولوا نصوبوها بسرعه باش ما تكحلناش. لافوكا وغنخلطوا كل شيء حتى ينسجم الصلصه مع الخضر. وكيف ما قلت لكم ممكن جدا ما ديروش الياغورت او لا ساور كريم في حاله ما بغيتوهاش، حيت كاين اللي كيبغي مثلا السلطه تبقى يعني بالوانها الطبيعيه. انا كيعجبني هذا الخليط، هذا كيعطي واحد المذاق مختلف للمكونات ديالي، ولكن كتجي هائلة هائلة. انا متاكده ان شاء الله الا جربتوها غتعجبكم، وبهذه الطريقه هذه صحيه للغايه يعني في الغداء اولا اي وقت بغيتوها على حساب الرغبه ديالكم، وحتى الا كانوا عندكم مثلا ضياف بغيتوا ديروها فهي كتجي بنينه وخفيفه يعني مع الاطباق الرئيسيه اللي كتكون مرفوقه في العراضات. كتكون هذه من السلطات الخفيفه اللي ممكن تكون مرافقه كيف ما قلت لكم للاطباق الرئيسيه. وهذه هي السلطه كيف ما قلت لكم، سلطه ديالنا وجدات. دابا غادي نديرو زواق هذا ماشي غير زواق، هذا ماشي غير التزيين فقط، وانما كيعطي واحد المذاق منين كتاكلوها هائل هائل بزاف بنينه. كتجي مع الزبيب وكناخذوا القرقع وكنهرسوه مثلا غير شويه غير هكذا بيدينا، هذه هربات غير بشويه بيدنا باش ما تجيش القرقعه كبيره. هو جوز الهند كنهرسوها وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا كيف ما قلت لكم بعد ما درنا الزبيب والقرقاع او جوز الهند وبصحه وراحه. كنتمنى انكم تجربوها وانها تعجبكم وانكم تعطوني التعليقات ديالكم كيف ما كانت سواء ايجابيه او سلبيه، اللايك او الديسلايك. ودائما مرحبا بكم في قناتكم شويه من كل شيء، وخليت لكم راحه. باي باي.